إلى أي مدى ستؤثر العقوبات الاقتصادية على الداخل الروسي؟ يعني من وجهة نظري الرئيس بوتين حسب كل حسابات هذه العقوبات، وأكيد سابقا هو قد تعرض إلى هذه العقوبات. العقوبات التي يتكلمون عنه الغرب هي عقوبات من وجهة نظر بوتين هي عقوبات ممكن السيطرة عليها، لم يذهبوا باتجاه عقوبات باتجاه منظومة السويفت العالمية، لم يذهبوا باتجاه قطع تصدير الغاز، لم يذهبوا باتجاه قطع تصدير النفط وكذلك القمح، هذه ولا البنك المركزي الروسي الذي ذهبوا باتجاه شركات. وأكيد هنالك نظام أعتقد نظام مصرفي يتعامل فيه الروس هو نظام الميرو الذي هو ممكن أن يعوض في حساباتهم المالية والمصرفية. لذلك بوتين قد حسب هذه الحسابات يعني ولا يقبل هكذا يعني اقتصاد، لأنه يعلم أن التأثر في الاقتصاد ليس لروسيا وإنما لدول الاتحاد الأوروبي ودول الغرب أيضا ستكون له أضرار كبيرة.